الكلام اللي بيتقال ان خطيئة المرأة دائما هي العطاء المتدفق بداعي وبدون داعي، حتى بدون هو ما يطلب منها، وان ده بيخلي الراجل يطلب المزيد ثم المزيد، يطمع طول الوقت، وهي ممكن تكون قدمت كل اللي عندها وما عندهاش حاجة تانية تقدمها، متخيلة انها لما تعمل ده فهي هترضيه وهو هيرضى عنها، وممكن يكون هو لن يرضى ابدا. ايوه صح، هو لو ما بيرضاش طبعا يبقى لن يرضى ابدا. بس هي اي علاقه مبدئيا مبنيه على حسابات هي علاقه فاشله من الاساس. انا هديك ايه وانت هتديني ايه، ومين بيدي اكتر ومين ما بيديش اكتر، فهي دي كده دي بدايه الفشل. لانه الانسان المعطاء دي جزء من شخصيته هو ما بيقدرش يغيره، سواء كان العطاء ده عاطفي او العطاء ده مادي، الاتنين انا بشوفهم ما بينفصلوش عن بعض، لانه هو ده جزء من شخصيته. في الغالب في الغالب طبعا وبنسبة 90% المرأة معطاءة اكتر من الرجل، وده جزء من شخصيتها عشان تقدر تكون ام وتقدر تحتوي اولادها وبيتها وزوجها. فطبيعي هي الطرف المظلوم في العلاقة من الناحية دي في غالبية الاوقات، لكن هي من الأساس لازم تبقى فاهمة وهي بتختار الزوج المناسب لشخصيتها، إنه ده فعلا هيبقى أنا احتياجي إيه، احتياجي إيه دي مهمة قوي. يعني وأنا بتجوز، وطبعا أنا عارفة إن البنت الصغيرة أو اللي بتقع في الحب زي ما قالت مفيدة ممكن ما تكونش عارفة تفكر في وقتها وبتندفع الاندفاع ده، لكن يا ريت انها يعني ان احنا نقدر من البرنامج نديهم التوعية دي، نقول لهم اقعدوا بس مع نفسكم فكروا شوية، شوفي ايه اللي بيسعدك اكتر، هل انت محتاجة اكتر العاطفة وكلام الحلو واللي هو العطاء المعنوي ده، ولا انت برضو بتحتاجي العطاء المادي؟ يعني انت عايزه جوزك يبقى بيجيب لك هدايا وبيحقق لك امنياتك وبيسكنك في مكان كويس ومعيشك في مستوى كويس، ولا انت عايزه الاتنين، ولا ايه بالظبط؟ لان هو ده خلاص لازم نبقى فاهمين ان اصبح في مجتمعنا دلوقتي في حاجه بتطغى على حاجه، وحاجه هتضطري تقدمي فيها شويه تنازلات. انا لو اتسالت انا عن نفسي وانا شايفه ان الظروف اللي انا عايشه فيها مستوى معقول، مش هقول واو يعني بس معقول، وعندي راجل بيديني العطاء المعنوي ده وبيشبع فيه فعلا كل احتياجي، لان المرأة بتبقى محتاجة ده جدا 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 طول الوقت، دي عاملة زي الزهرة كده اللي ده بيغذيها العطاء المعنوي ده. ريم، طب لو عكسنا، لو لقينا ان الست معطاءة والراجل أرى العطاء ده على إن هو حق من حقوقه المكتسبة، أيوة، ومبقاش بيقدر الحق ده. لا ما هو ده قريه، ده قريه اوريدي، الراجل قريه من تربيته أصلا، هو شايف. أنا كنت لسه بقول لهم قاعدة مع أصحابي بقول لهم إن الراجل اتربى، الراجل في مجتمعاتنا بالذات اتربى من هو صغير على أسطورة بتقول إن حواء خرجت آدم من الجنة،